اذكر أحد أسماء اللاعبين العراقيين الذين شاركوا في كأس آسيا 2019. تعرفوهم؟ 2019. اذكر أحد أسماء اللاعبين العراقيين الذين شاركوا في كأس آسيا 2019. ها؟ وأنا قلت هذا سؤال ذكوري. 2019. أوكي، خلينا نشوف ست هالة. مهند بس ما جاي يذكرني اسم أبوه. مهند؟ اي مهند ايش؟ مهند ما اعرف شو حتكتش لقب ما عنده اي شيء. مهند هو مهند موجود. مهند شنو؟ ما يخالف خلي نروح على مهند. اكو اسم مهند؟ خلي نشوف خلي نشوف. موجود. واعلى احتمال مهند علي. تفضلي اذا ست هيا وتفضلي اذا ست هالة. مهند علي هذا اللي يسموه ميمي مو؟ لا انت ست سبع. سؤال عندك، اذكري لي احد اسماء اللاعبين العراقيين الذين شاركوا في كأس اسيا عام 2019. ضرغام. ضرغام؟ ضرغام. ضرغام شنو؟ ما اعرف. ضرغام. يعني احنا راح نبقى الكل اذا هالشكل راح بس اسماهم.